بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، خطبيت يلي نكو عنواني يا إعمال العقل في فهم النص. كتمي أكيلي كاتيكا كؤلي ومتيني كتوك وزارة يا وقف يا مصري. إمام أبو حنيفة نشول ياكي فكه كمنفانه سفنجي مزوتي نزام نزومونغو أنا يسمى كاتيكا كتاب تشاكي كتكوفو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نهيك كتابه تومي كترمشي ويوي كيمي باركيوا إلي وزنجتي آية ذاكي نا ووعزيكي ويني أكيلي نا نينا شهدية كوامبا هبانا مونغو إلا منوزو مونغو هانا مشريكا نانينا شهدية كوامبا بوانا ويتو نانبي ويتو محمد نمجا نمتوم واكي ايو منوزو مونغو اسالي اساليمو او باريك جو ياكي فاميليا ما صحابة ذاكي نوالي وناء وفواتا كواوي من باكا سيكو يا مليبو نبادا يا هايو ندوغ زنغو واسلامو بلا شك واسلامو ومجالي سانا اكيلي وسبب اكيلي نديو انا يكسدوا كاتيكا كوفانيا ما امريشو كما بيلي كوهفازي اكيلي نيلينغو كوبوا لشريع كاسلامو ملويت سبحانه وتعالى اميتو انجوزا كتمية نعمة يا اكيلي كاتيكا كتفكري نكتذام كاتيكا ما تكيو يا اولمونغو إلي كجوا أكواك سبحانه وتعالى نأمو جواك أنباب من زمونغ سبحانه وتعالى أن السيمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هكيك كتيك كأم وانبنغنا أرضي نا كختلفيانا أسيكنا متشانا زيكو إشارة كوا ويني أكيلي نأنا السيمة بيا سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. نا كتك إشارة ذاكي نيكو أمبوان بينغونا أرضي نا كختلفيانا ديمي زينو نارانجي زينو هكيك كتك هايو زيبو إشارة ووجوزي. بلا شك مفواسي وقرآني أتزنجتيا كهميزة جويكو تفكري كوانجيا بالي كما فيلي كولياك سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون إلم باتي كفهام أفلا تعقلون بس جي همزنجتي إلم باتي كفهام لعلكم تعقلون إلم باتي كفهام أفلا تعقلون بس جي همزنجتي لقوم يعقلون قوات ونأتي منبو أكليني لقوم يتفكرون اكوات وناء فكيري لقوم يفقهون اكوات وناء فهامو نوال وناء فكيري شريعة كإسلام واتقندو قوة إمي وهميز ما علما كتك كتمية أكيلي كتك كتمية أكيلي كتك اجتهادي إلي كستنبيتي حكم ذاك شريعة كتك كوا دليل زلزو أليزوا كوانجيا إنايو ورهسيشا واتو مامبو يا ميشا ياو نا كيتنجينيزا هالي زاو زا ميشا يا دنيا نا أخيرا بموجنا كويا هفاذي مامبو ثبيتي يا شيريا بلا يا كويا فنجا أم باب تمويتو صلى الله عليه وسلم أنا سيما وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. إكي وامتولى آمتوا هكوم نآمجي تهيد سانا نا هكوم ياكي إمكو سهيه بس أنا ثواب بيلي نا إكي وامتولى آمتوا هكوم نآمجي تهيد سانا نا آمكوسا كتك هكوم ياكي بس أتليب وثواب موجة. هكونا شك كوانبا إمام أبو حنيفة النعمان نزمونغو أمرهيمو ملك ومذهب معروف يا هنيفي أليكو منزليش وشولي يا كتمية أكيلي كتك كؤلي ومتيني نزمونغو أمين بأكيل زوري وكوهيفيو
hakukuwa na kuiga wala na wala hakutusha kwa maana dhahiri ya matini. Badala yake aliangalia malengo na maksudi yake. Kwa hivyo Imam Mwenyezi Mungu amrihimu alikuwa mwanzilishi wa shule ya kutumia akili katika kuuliwa matini. حتى قال العلماء عنه الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة. هدي ما أولما ولسيما جوياك واتو ونمتقمي سانا أبو حنيفة كتك فقه كتك شولياك يك فقه إمام أبو حنيفة نزمونغ أمرهم آلي زنجتيا وكاتي مهلي هالي هالي زواتو نتبيا نما أمبيلياؤو na kile kilichobanuliwa ndani yake ni dalili za al-kiasu al-istihsan na desturi mu'tamidan fi dhalika ala hadith sayyidina Muadh radiyallahu anhu hina qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama lamma ba'athahu ila al-yaman bima taqdi qala bi kitabillahi ta'ala qala sallallahu alayhi wa sallama fa in lam tajid qala fa bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد قال أجتهد في ذلك رأيي فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتجمي جوي حديث أبو نويت معاذ رضي الله عنه اندي بمتومي صلى الله عليه وسلم أكم وانبيا وكاتي ألي بمبليكيا يمن أتهكم كوانيني ألي سيماك وكتاب تشاميز منغو akasema na ikiwa hatapata akasema kulingana na sunna ya mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam akasema na ikiwa hatapata akasema nitajitahidi kupata mauni yangu mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye amefanikisha mjumbe wa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam na hadithi zingine zinazo himiza kutumia akili katika kuuliwa matini ndani ya mfumo wa malengo ya jumla ya sheria. Ninasema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu tukufu msamaha kwa ajili yangu na yenu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Nabadai katika hutba yetu ya pili tunazungumza juu ya namna ya kutoa fatwa kulingana na hali na zamani. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu wote, na sala na amani ziwe juu ya mwisho wa manabii na mitume bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, familia na masahaba zake zote, na baada ya hayo ndugu zangu wa Islamu, hakika dini zilikuja ili kuwafurahisha watu, si kuwataabisha watu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, hatukuturimshia Qur'ani ili ubati mashaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema pia, wama ja'ala alaykum fi ad-dini min haraj. Mwenyezi Mungu wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr. Mwenyezi Mungu anakutakieni yaliyo mbisi wala hakutakieni yaliyo mazito. Na nabii wetu Subhanahu wa Ta'ala, na nabii wetu sallallahu alayhi wasallam, hakubiwa chaguo kati ya mambo mawili isipokuwa alichagua rahisi zaidi ya hayo mawili. Madamu haikuwa dhambi, ama ikiwa na dhambi, basi atakuwa mbali zaidi kuliko watu wote na jambo hilo. Kwa hivyo ni muhimu kutumia akili katika kuuliwa matini sahihi na matumizi yake. Walakini tunasisitiza kwamba mwanafiki anabaswa kufahamu hali na maendeleo ya wakati wake na ukweli wa watu, mila na desturi zao, ili awe na uwezo wa kutoa fatwa kulingana na mazingira yake na mazingira ya wakati wake, sio kwa mazingira na hali ya nyakati zingine tofauti. Basi atakayewapa watu fatwa
bila kulingana ukwili wa wakati wao mahali namna ya maisha na enzi yao bila shaka atawajailia katika shida na taabu wakati sheria yetu tukufu inategemea urahisi ubana na usamihivu ewe Mwenyezi Mungu tubi ufahamu katika dini yetu ulindi nchi yetu na nchi zingine za wali Mungu wote والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته